اكيد في واحد منهم قريب لقلبك، وكان فيهم واحد يعني تعبك اكيد وكان صعب، لكن بالنسبه لك كنت بتعرف تتعامل معاه. كبرامج عامه هو افضل البرنامجين اشتغلت فيهم، مش افضل، اقرب واحد لقلبك. هم كلهم كويسين عشان ما اخبطش في حد، كلهم كويسين، لكن اقرب واحد لقلبك كنت دايما بتحب انك تبقى موجود فيه وتتابعه في الكنترول، تتفرج عليه وتسمع الكلام، واكيد كان في بعض الصعوبات ايضا اللي واجهتك. ملك وكتابة طبعا، البرنامج اللي انا شغال فيه دلوقتي. خلاص ماشي. برنامج وقت اضافي. لان كان برنامج اول مره يطلع برنامج على قناه النادي الاهلي يتكلم عن الالعاب الشهيده، اليد والسله والطايره، كان تقديم كابتن جوهر نبيل عضو مجلس الاداره الحالي. تمام. ده كانت اول برنامج بيتكلم عن الالعاب المختلفه كلها. دولت اقرب برنامجين لقلبي، ملك وكتابة ووقت اضافي. يليهم بقى في ملعب الاهلي والاهلي اليوم والاهلي الليله، طبعا استاذ برجاوي. كل البرامج دي اشتغلنا فيها من اول ملعب الاهلي ووقت اضافي، الساعه الخامسه، كلام في الميديا، ميديا سبورت، كل دي البرامج اللي احنا اشتغلنا فيها على مدار تواجدنا في كل. ايه المواقف الصعبه اللي قابلتك في البرامج، او موقف صعب اللي يمكن تنساه كده يعني حصل لك مشكله على الهوا؟ اللي انا فيه دلوقتي دلوقتي اصل بره الهوا مش كده خالص. بس اول مره يطلع هوا فالموضوع بالنسبه له اصعب موقف. يعني احنا الله يكون في عوننا احنا بنطلع على الهوا وبنتكلم كده، الله يكون في عوننا. الناس فاكره الموضوع سهل. لا الناس فاكره الموضوع سهل على فكره كمان. يعني لما الناس بتنتقد المذيعين بقول لهم نفسي اقول لهم بس يا جماعه تعالوا اقعدوا هنا وشوفوا الموضوع يبقى صعب ازاي. رهبه الكاميرا، انا 22 سنه ورا الكاميرا، اول مره قدام الكاميرا، فاصعب موقف ان شاء الله طبعا تبقى قدام. استاذ هاني كمال واحد من